السلام عليكم. لقاء المصير حلقة خاصة جدا مع طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي جبر. جبنا جميع القوانين الواردة في الامتحان وعملنا أسئلة كتير وشلنا المتكرر منها عشان نجيب خلاصة الخلاصة. وهعرفك الضرب الديكارتي والعلاقة والدالة وكمان النسبة والتناسب، وهخليك تفرق بين التغير الطردي والعكسي وإزاي تجيب العلاقة، وأخيرا الإحصاء وإزاي تجيب الوسط الحسابي والانحراف المعياري. بجد بجد ركز معايا وانت هتجيب الدرجة النهائية. عايز تعرف كل ده؟ أنا محمد وبسم الله نبدأ الحلقة. طالبات الصف الثالث الإعدادي، أول أسئلة هتقابلنا أسئلة الاختيارات. السؤال الأول نبدأ عشان نخش في الموضوع على طول. النقطة سالب 3 و4 تقع في الربع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ عارفين الشبكة التربيعية بتاعتنا بتنقسم إلى أربع أرباع، الربع الأول موجب وموجب. طبعا الإحداث الأول ده السيني وده الصادي زي ما أنتوا عارفين. الربع الثاني سالب وموجب، الربع الثالث سالب وسالب، الربع الرابع موجب وسالب. طبعا النقطة اللي معانا دي السيني فيها الإحداث السيني فيها سالب والإحداث الصادي موجب، هنختار الربع الثاني. يبقى عندنا النقطة سالب 3 و4 تقع في الربع الثاني. نيجي للمدى، المدى لمجموعة القيم. دايما المدى زي ما انتم عارفين طبعا بناخد أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة، أكبر مفردة ناقص أصغر مفردة، 9 ناقص 3 بتساوي 6. السؤال الثالث، إذا كانت ص تتغير طرديا مع س وكانت ص بتساوي 2 عندما س بتساوي 8، فإن ص بتساوي 3 عندما س بتساوي كام؟ واحد على ص 2 بتساوي س 1 على س 2. ص 1 اللي هي 2، ص 2 اللي هي 3، س 1 اللي هي اتذكرت في الأول 8، هنا بقى س طرفين في وسطين طبعا، يبقى س بتساوي اللي مضروب في الس بنحطه تحت، و3 في 8 فوق، 3 في 8 ب 24 على 2 بتساوي 12. يبقى عندي الاجابه بتساوي 12. السؤال الثالث، الداله د حيث د س بتساوي س اس 3 زائد 8 تسمى داله كثيره الحدود من الدرجه كام يا اولاد؟ بتدور على اعلى اس موجود في الداله، هنا طبعا اعلى اس موجود عندي الثالثه، يبقى الاجابه الدرجة. سؤال رقم 5، إذا كانت س ص بتساوي 7 فإن ص تتغير كام؟ بص لو لقيت حاصل ضرب الس في الص دي يبقى أعرف إن هو تغير عكسي، يبقى الص بتتغير 1 على س، يبقى تغير عكسي. إذا كانت 2 و3 و6 و5 كميات متناسبة فإن الس بتساوي كام؟ هنعملها كده يا ولاد، هنعمل كده طرفين في وسطين، الس بتساوي اللي مربوط مع الس بنحطه تحت و3 في 6 فوق، 3 في 6 ب 18 على 2 بتساوي 9، يبقى الإجابة بتاعتنا كام يا ولاد؟ السؤال السابع، إذا كانت 2 أ بتساوي 5 ب فإن أ على ب بتساوي كام؟ المسألة دي بصوا بنعملها كده، الألف على ب هنرجع ما نرجعش فاضيين، نرجع بالرقم اللي قدام الب، معامل الب 5 على 2، هيبقى الإجابة بتاعتي دي 5 على 2. نقولها تاني، طب لو قال لي أ على ب ما ارجعش فاضي، أرجع بالاتنين على 5. السؤال الثامن، من مقاييس التشتت، طبعا احنا عارفين من مقاييس التشتت عندك المدى وعندك الانحراف المعياري والتباين، ثلاث حاجات. المدى بيبقى ابسط مقاييس التشتت بس ما بيتصفش بالدقه، اما الانحراف المعياري فبيتصف بالدقه. يبقى لو جالك من ابسط مقاييس التشتت او مقاييس التشتت تاخد الايه؟ تاخد المدى. انما لو قال لك ادق مقاييس التشتت تاخد الانحراف. السؤال رقم 9، الوسط الحسابي لمجموعه القيم 2 و3 و4 و6 و10 هو ايه؟ الوسط الحسابي انت بتجمع القيم دي على عددهم 2 زائد 3 زائد 4 زائد 6 زائد 10 على عددهم 5، هتيجي تجمع دول هتلاقيهم كام؟ 25 على 5 يبقى بتساوي 5، يبقى الإجابة بتاعتي كام يا ولاد؟ 5. السؤال رقم 10، إذا كانت نون س بتساوي 5 ونون س في ص بتساوي 10 فإن ص بتساوي كام؟ بص هي نون س بتساوي 5 وعندك نون س في ص بتساوي 10. طيب ايه س نون س بخمسة؟ ايه اللي اتضرب في 5 يدينا 10؟ 2، يبقى عدد عناصر ص هنا هتبقى 2، لان نون في س حاصل الضرب الديكارتي نون في س بيساوي 10، معنى هذا الكلام ان نون س بخمسة، اذا نون ص بتساوي 2. سؤال رقم 11، اذا كانت س بتساوي 1 فان س 2 بتساوي كام؟
سين 2 يبقى انت هتضرب كام في كام؟ يبقى انت هتضرب سين في نفسها، حاصل ضرب سين في سين، هي دي سين 2. طيب السين الاول ان هي بواحد، في السين الثانيه برضو بواحد، ما اجي اضرب واحد في واحد هيعمل لي زوج مرتب واحد فقط اللي هو واحد واحد، بيتحط بين مجموعتين قوسين مجموعتين، ما ينفعش ده. رقم 12، اذا كانت النقطه 5 وب ناقص 7 تقع على محور السينات فان ب بتساوي كام؟ بص يا اولاد، اذا كانت النقطه تقع على محور السينات اذا الاحداث الصادي بيساوي 0، يبقى انا هساوي ده بالصفر، ب ناقص 7 بتساوي 7 بتساوي 0. اذا الب هودي دي الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، يبقى الب بتساوي كام في الحاله دي؟ الب بتساوي 7. طيب السؤال رقم 13، اذا كانت النقطه 2 و ص تقع على محور السينات فان ص زائد 4 بتساوي كام؟ بما انها تقع على محور السينات قلنا الص بتساوي 0، اذا الص هنا هتساوي 0، اذا ان ص زائد 4 هتساوي كام؟ هتساوي 4. السؤال رقم 14، إذا كانت ب زائد 3 و 5 تقع على محور الصادات، تقع على محور الصادات، طيب يبقى في الحالة دي السينات الإحداث السيني أو المسقط الأول ده بيساوي صفر، لما تقول لي الب زائد 3 بتساوي صفر، هودي الثلاثة هناك بإشارة مخالفة، يبقى الب بتساوي سالب 3، يبقى نختار يا ولاد سالب 3، يبقى أنت حطها قاعدة، إذا كانت النقطة تقع على محور السينات يبقى الصاد هي الإحداث الصادي هو اللي بيساوي صفر، إذا كانت النقطة بتقع على محور الصادات إذا الإحداث السيني الأولاني ده المسقط الأول هو اللي بيساوي صفر، سويه بالصفر أنت كده عملت معادلة، حلها هيطلع لك الحل. السؤال رقم 15، إذا كانت أ و3 و ب و5 كميات متناسبة فإن أ على ب بيساوي كام؟ بص يا ولاد، هنعمل هنا أ و3 و ب و5، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 5 في أ يعني 5 أ بتساوي 3 ب. قلت لكم قبل كده لو عايز أ على ب هتروح من الألف للب، ما ترجعش فاضي، ارجع بالمعامل اللي قدام الب، بيبقى 3 على 5، يبقى أ على ب بتساوي 3 على 5. إذا كانت س بتساوي 3 وص بتساوي 5 فإن قيمة المقدار ص أس س بتساوي كام؟ ص أس س بتساوي، هتعوض مجرد إن أنت هتعوض بس، الص ب 5 والأس ب 3 اللي هو الس بتساوي 125. رقم 17، ص سالب اتحاد الط بتساوي ايه؟ هتساوي ص ولا فاي ولا ط ولا؟ ص سالب هي الاعداد الصحيحه السالبه لو تفتكروا، واتحاد الط، الط هي الاعداد الطبيعيه اللي بتبدا من اول صفر زائد الاعداد الموجبه، يبقى انت لما تعمل اتحاد يعني هتجمع العناصر دي مع العناصر دي يديك ص الام اللي بنسميها ص الام اللي فيها كل حاجه، فيها ص موجب وص سالب والصفر ومجموعه الصفر. سؤال رقم 18، الفتره المغلقه 1 و5 تقاطع الفتره المغلقه سالب 2 و3، يا ترى هيديني حاجه ايه من دول؟ أولا الفترة المغلقة يعني العناصر دي، العنصر واحد ده والعنصر خمسة اللي موجود في أول فترة وآخرها موجود وما بينهما من العناصر بيبقى موجود معانا، يعني واحد لحد خمسة، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، هنا من سالب اتنين لحد ثلاثة فترة مغلقة، إذا العناصر دي كلها موجودة معانا من ضمنهم الاتنين دول، يبقى من أول سالب اتنين، سالب واحد، صفر، واحد، اتنين، تلاتة. طيب إيه اللي اتكرر هنا وهنا؟ هتلاحظ إن اللي اتكرر هنا وهنا واحد واثنين وثلاثة، يبقى اذا الفترة الحل بتاعنا هي الفترة المغلقة 1 و2 و3. ده ما ينفعش ليه؟ لأن الثلاثة مش هتتحسب معانا، الثلاثة مفتوحة من ناحية، الثلاثة مفتوحة. الواحد الفترة دي عبارة عن 1 و2 فقط. والفترة دي طبعًا مفتوحة موجود فيها 2 ودي مجموعة مستبعدة خالص، يبقى الحل بتاعنا الفترة المغلقة 1 و3. إذا كانت س ناقص ص بتساوي 5 وس زائد ص بتساوي 1 فإن س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي كام؟ اولا س تربيع ناقص ص تربيع ده فرق بين مربعين، س تربيع ناقص ص تربيع بتساوي، ما نيجي نحللها بنعمل قوسين س وس ص وص موجب وسالب، هنعوض بس زائد ص اللي هي واحد في س ناقص ص بخمسه، يبقى واحد في خمسه بخمسه، يبقى الاجابه بتاعتي اذا كانت س الفتره المفتوحه سالب ما لا نهايه وصفر فان س مكمله، الشرطه دي اللي فوق دي يعني س مكملة، يعني مكملة السين، مكملة مجموعة السين، مجموعة السين بتحتوي على ايه؟ فانت هتكملها لحد ما تعمل المجموعة الشاملة بتاعتنا. طيب السين فيها ايه؟ فيها سالب ما للنهاية وصفر، اذا فيها الاعداد السالبة فقط، يبقى انا عايز ايه بقى؟ عايز الاعداد الموجبة وعايز الصفر كمان معايا، اذا هدور على الفترة اللي بتعبر عن هذا الكلام، هلاقيها دي،
الصفر معايا هو مغلق من ناحيته ومفتوح من ناحيه، طبعا دايما بيبقى مفتوح من ناحيه ما لا نهايه، هيبقى عندي هنا صفر معايا صفر ومعايا الاعداد الموجبه، يبقى صفر الى ما وما لا نهايه. اذا كانت ص تتغير عكسيا مع واحد على س، فان ص واحد على ص اتنين بتساوي كام؟ العكس بقى، بتقلب مقلوب الكسر، يبقى س اتنين على س واحد في التغير العكسي، ص واحد على ص اتنين بتساوي س اتنين على س واحد. طب في التغير الطردي بيبقى ص واحد على ص اتنين بيساوي س واحد على س اتنين. اذا كانت دالة س بتساوي 4 س زائد ب ودال 3 بتساوي 15، فان ال ب بتساوي كام؟ ركز بقى معايا كده ونشرحها واحده واحده مع بعض. دالة س، يبقى انت هتعوض الس بكام يا اولاد؟ هتعوض الس ب 3، يبقى دالة 3 بتساوي 4 في س، هتشيل بقى س وتحط ايه زي ما اتفقنا 3. دالة س دي الراجل قايل لنا هنا بتساوي كام؟ بتساوي 15، حطها 15. 4 في 3 ب 12 زائد ب، هتودي ال 12 هناك باشاره مخالفه، يبقى 15 ناقص 12 بتساوي ال ب. خلاص اتحلت اهي، يبقى ال ب بتساوي كام؟ بتساوي 3. سؤال رقم 23، اذا كانت س بتساوي 5 و6 و3، يبقى عدد العناصر في السين كام يا اولاد؟ 3. فان نون س 2، نون يعني عايز عدد العناصر، بتعمل عشان تجيب عدد العناصر؟ بتضرب عدد العناصر بتاعه السين في نفسها، عدد العناصر هنا 3، يبقى 3 في 3 ب 9. انا عايز عدد العناصر مش عايز حصل الضرب. اذا كانت لام ناقص 3 و2 تقع فيها الربع الاول، فان لام يمكن ان تساوي كام؟ احنا عارفين الربع الاول لازم يبقى موجب وموجب، يبقى انا عايز عدد بحيث اجمعه اطرحه منه سالب 3 يدينا عدد موجب. طبعا لو حطيت السبعه هي الاجابه الصحيحه بتاعتنا هتبقى 7، 7 ناقص 3 يدينا موجب 4، اذا هنا هيطلع 4 وهنا 2، يبقى هنا موجب وهنا موجب، يبقى الاجابه بتاعتنا 7. 5 اس 2 في 5 اس سالب 2 بتساوي كام؟ 5 اس 2 بتبقى اهي 5 اس 2، الاس لما يبقى بالسالب هتنزله تحت بالموجب، هيبقى 5 اس 2، يبقى عدد على نفسه، يبقى 25 على 25 هيدينا في الاخر كام يا اولاد؟ 1. سؤال سهل جدا. كانت س يمثل عددا سالبا، يعني الس دي عدد سالب، فاي الاعداد الاتيه يمثل عددا موجبا؟ مين في دول ممكن يخليها تبقى بالموجب؟ اظن لما تضرب 2 في اي سالب هيطلع لك بالسالب. س اس 2 س تربيع، ما تيجي تعمل مثلا س بسالب 3 اس 2 هتطلع لك بكام؟ ب 9. ولما تيجي تحطها في الاله لازم تحطها بين قوسين علشان السالب يبقى تحت التربيع، انما لو عملت سالب 3 اس 2 يبقى انت طلعت السالب كده من تحت التربيع، يعني هيطلع لك بالسالب سالب 9، انما لازم تحط السالب 3 بين قوسين الكل اس 2 عشان يطلع لك بالايه؟ بالموجب. كانت ب وسطا متناسبا بين ا وج، فانه ا تربيع بتساوي ب ج، ولا ب تربيع بتساوي ا ج، ولا ج تربيع بتساوي ا في ب، ولا ب بتساوي ا ج. وسطا متناسبا معناها كده يا اولاد، الالف على ب بتساوي الب على ج، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ب في ب بب تربيع، ا في ايه؟ في ج. ادي الحل بتاعنا اهو، يبقى اختار ب تربيع بتساوي ا ج. جذر 5 زائد جذر 20 يا ترى هيدينا كام؟ انت ممكن تعملها من غير، عايز تعملها بلا اعملها، ممكن تعملها من غير قلق. جذر 5 زائد جذر 20، الجذر 20 ده عباره عن ايه؟ عباره عن جذر 4 في 5، هنا هنحط جذر 5 بتاعنا. طيب ال 4 تطلع من تحت الجذر بكام يا اولاد؟ جذر 4 يطلع من تحت الجذر ب 2، هيبقى جذر 5 زائد 2 جذر 5. طيب جذر 5 وهنا 2 يبقى 3 جذر 5، ادي من غير اي آلة ولا من غير حاجة. اذا كانت س ناقص 2 و3 بتساوي 5 و ص زائد 5، هنساوي الاحداثي الاول بالاحداثي الاول او المسقط الاول بالمسقط الاول، يعني س ناقص 2 بتساوي 5، ادي معادلة اهي، والاحداثي الثاني بالثاني 3 بتساوي ص زائد 1، دي تعتبر معادلة هنحلها. سالب 2 تروح هناك بإشارة مخالفة، هيبقى س بتساوي 5 زائد 2، يبقى س في الحالة دي بتساوي 7. طب تعالى على الصاد، هنودي الواحد هنا يبقى بإشارة مخالفة برضه، هيبقى 3 سالب 1 بتساوي صاد، هيبقى هنا 2، يبقى الصاد بتساوي 2 والس بتساوي 7. هو عايز بقى الجذر س زائد صاد، هتعوض انت بالسين، السين بكام؟ ب 7، السين ب 7 زائد الصاد ب 2 هيدينا جذر 9 هيساوي 3. الجذر التربيعي بيطلع من تحت الجذر بموجب او سالب 3، الجذر التربيعي هيطلع من تحت الجذر، جذر 9 بيساوي موجب او سالب
3. الموجب الثاني متناسب في هذه الكميات. انا عندي 2، هنفرض ان الثاني هو السين، وهنا 8 وهنا 12. قلنا الاول على الثاني، ممكن نحلها كده، الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع، طرفين برضو في وسطين، يبقى السين بتساوي اللي مضروب في السين بينزل تحت يا اولاد، و2 في 12 ب 24 على 8 يعني هتساوي 3. مسائل الضرب الديكارتي، مسائل ممكن تيجي في الامتحان. اذا كانت س بتساوي 1 و2 و3 و4 وص بتساوي 2 و3 وع بتساوي 7 و2، فاوجد اول حاجه س تقاطع ص ضرب ع، س فرق ص ضرب ع. اول حاجه قلنا التقاطع يعني العناصر المتشابهه يا اولاد. يبقى انا عندي هنا ايه العناصر المتشابهه اللي موجوده في س وفي ص؟ هتلاقي هنا الاثنين وتلاقي الثلاثه، يبقى حاصل الضرب الناتج بتاع س تقاطع ص 2 و3. وعين عباره عن ايه؟ عباره عن عنصرين 7 و2. اذا حصل الضرب الديكارتي هتعمله كده 2 و7 2 و2 3 و7 3 و2، يبقى 2 و7 2 و2 3 و7 3 و2، يبقى كم زوج مرتب؟ ادي 4 ازواج مرتبه. لو قال لك هات نون س تقاطع ص ضرب ع، هتعد الازواج المرتبه. هنا عندك كم عنصر في س تقاطع ص؟ 2، وكم عنصر في ع؟ 2، هتضرب 2 في 2 عشان تجيب العناصر. طيب تعال نحل الثانيه، س فرق ص. ايه معنى س فرق ص؟ يعني ايه العناصر اللي موجوده في س مش موجوده في ص؟ اللي احنا لسه شايفينها دلوقتي، اللي التقاطع شيله بقى، يعني اشطب التقاطع ده، يبقى اتفضل لي 1 وكام؟ 1 و4، يبقى س فرق ص ضرب ع، س فرق ص عباره عن 1 و4 ضرب ع، ع برضه عندنا 7 و2، ما نيجي نضربها طبعا انتوا كلكم عارفين دي، 1 و7 1 و2 4 و7 4 و2، يبقى 1 و7 1 و2 4 و7 4 و2، يبقى ادي الحل بتاع س فرق ص ضرب س ضرب ص بتساوي 2 و2 و2 و5 و2 و2 و7. طيب اوجد س وص. هو مديني حاصل الضرب الديكارتي، هو عايز اطلع منهم مجموعه س ومجموعه ص. ركز معايا كده، مجموعه س هيبقى كل مسقط او زوج المسقط الاول بتاع الزوج المرتب، هنا 2 وهنا 2 وهنا 2، يبقى اكيد الس بتساوي كام؟ بتساوي 2. الصاد بتبقى المسقط الثاني 2 و5 و7، تمام. يبقى لما يجي لك س ضرب ص ويقول لك هات مجموعه الس لوحدها ومجموعه الصاد لوحدها، اذا انت هتجيب مجموعه الس اللي هو تدور على المسقط الاول، هنا في المسقط الاول 2 وهنا 2 وهنا 2، هتبقى 2 1 لان عدم تكرار اي عنصر داخل المجموعه. طب الصاد هيبقى المسقط الثاني 2 و5 و7. طيب هات بقى العكس، بقى هنا جايب لك العكس، ص ضرب س، ص ضرب س بتساوي، هتقول 2 و2 5 و2 7 و2، لازم المسقط الاولاني يبقى تبع ص لان هي جت في الاول. طيب هو عايز نون ص 2، نون دي يعني ايه يا اولاد؟ زي ما اتفقنا عدد العناصر. هي عدد عناصر الص كام؟ عدد عناصر الص 3، يبقى هتضرب 3 في نفسها، 3 في 3 بكام؟ ب 9، يبقى نون ص 2 بتساوي 9. طب هو عايز نون ص ضرب س، لسه جايبينها، ص ضرب س طلعت بكام زوج مرتب؟ ادي 1 2 3، يبقى نون ص ضرب س بتساوي 3. اذا كانت س بتساوي 1 و3 و4 و5 وص 1 و2 و3 و4 و5 و6، وكانت ع علاقه من س الى ص حيث ع علاقه ب، تعني ان ا زائد ب بتساوي 6، لكل ا تنتمي لس وب تنتمي لص. اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سامي، وهل عين داله؟ وساعات بيقول لك ولماذا؟ طيب اهم حاجه عندي هي العلاقه دي اللي هي بتعني ا زائد ب بتساوي 6، يعني انا عايز، والالف خلي بالك ان الالف بتنتمي لس، يعني اذا العنصر الاولاني هاخده من هنا من س، والعنصر الثاني اللي هو الب هاخده منين؟ بينتمي لص، هاخده من ص. بص يا اولاد، بتشوفوا ايه العدد، ايه الارقام اللي حاصل جمعها تديك 6؟ يعني 1 في س اهو، اخد من ص كام عشان يديني 6؟ اخد 5. يبقى انا عندي بيان عين يساوي
هيبقى 1 و5. بحيث حاصل جمع العنصرين دول لازم يديني 6. 3 من س هناخد 3 وكام؟ 3 و3. 4 شاطرين 4 و2. 5 5 و1. مثلها بمخطط سامي. هنعمل كده المخطط السامي بتاعنا. ادي المجال وادي المجال المقابل، هنا س وهنا ص. بنكتب العناصر اللي موجودة في السين، 1 و3 و4 و5، وهنا عناصر الصاد، 1 و2 و3 و4 و5 و6. هنيجي نوصل بقى. بنعمل ايه الخط المخطط السامي؟ بنشوف هنا 1 و5، يبقى 1 و5، 3 و3، 4 و2، 5 و1، ده اخر واحد. طيب بيسألني سؤال، هل هي دالة عين دالة ولا لا؟ دالة. ليه دالة يا مستر؟ لان خرج من المجال سهم واحد فقط من كل عنصر. الواحد خرج منه سهم واحد، والتلاتة خرج سهم واحد، والاربعة والخمسة. لو خرج سهمين من الواحد يبقى ليست دالة، لو ما خرجش عنصر من واحد يبقى ليست دالة برضو. يبقى امتى تبقى دالة يا ولاد؟ اذا خرج من المجال عنصر سهم واحد فقط، خرج من كل عنصر سهم واحد فقط. سبسكرايب لايك كومنت. اذا كانت س بتساوي 0 و1 و4 و7 وصاد 1 و3 و5 و7، وكانت عين علاقه من س الى صاد، اهم حاجه عندي دي ا زائد ب اقل من 8، اللي هي العلاقه تركز فيها قوي. ا زائد ب يعني انت عايز تجيب رقم من س زائد رقم من صاد حاصل جمعهم اقل من 8، لان ا تنتمي لس وب بتنتمي لصاد. تركز في دي، ا تنتمي لايه وب تنتمي لايه. بيقول لي اكتب بيان عين. طبعا احنا كتبنا بيان عين اهو عشان بس الوقت. بيان عين بيساوي هاخد 0 و1 لان حاصل جمعهم اقل من 8، 0 و3، 0 و5، 0 و7، 0 و1، 0 و3، 0 و5، 0 و7، 1 و1، 1 و3، 1 و5، 4 و1، 4 و3. ما ينفعش 4 و5 لان 4 و5 9. ما ينفعش 1 و7 لان 1 و7 بيساوي 8. انا عايز حاصل جمعهم اقل من 8. طيب بيقول لي ومثلها بمخطط بياني. احنا خدنا مخطط سهمي وادي المخطط البياني. مخطط البياني بتكتب هنا عدد عناصر السين وهنا عدد عناصر الصاد، وبتعمل 0 و1، 0 و3، 0 و4، 0 و7، 1 و1، 1 و3، 1 و5، 4 و1، 4 و3. المخطط البياني. اذا كانت ا على 2 بتساوي ب على 5 بتساوي ج على 7، فاثبت ان 5 ب ناقص 3 ج على 2 ج ناقص 3 ا بتساوي نص. بص يا ولاد، اول حاجه هنقول ان ا على 2 بتساوي م، انا بنساويها بمقدار ثابت، وب على 5 بتساوي م، وج على 7 بتساوي ميم. طبعا الالف في الحالة دي هتساوي حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين بيساوي 2 ميم، والب هتساوي 5 ميم، والجيم بتساوي 7 ميم. هناخد بقى كل الف وكل ب وكل جيم ونعوض بيها. هنا بيقول لي هنا 5 ب 5 ب 5 في الب بكام يا ولاد؟ ب5 ميم. ركز معي، سالب 3 جيم، يبقى 3 في الجيم بكام؟ ب7 ميم. على 2 جيم، يبقى 2 في الجيم ب7 ميم ناقص او سالب 3 ا، الالف ب2 ميم. 5 × 5 ب25 ميم ناقص 3 × 7 ب21 ميم. على 2 × 7 ب14 ميم ناقص 3 × 2 ب6 ميم. حاصل الطرح هيطلع لي هنا 4 ميم، وهنا حاصل الطرح 8 ميم. الميم هتروح مع الميم، وعلى 4 فيها 1، على 4 فيها 2، يبقى اذا المقدار بيساوي نص. يبقى احنا ثبتنا ان المقدار ده بيساوي الطرف اليمين ده بيساوي الطرف الشمال بالطريقه دي. كانت س على 2 ا زائد ب بتساوي ص على 2 ب سالب ج بتساوي عين على 2 ج سالب ا. فاثبت ان 2 س زائد ص على 4 ا زائد 4 ب ناقص ج بتساوي 2 س زائد 2 ص زائد عين على 3 ا زائد 6 ب. المساله سهله وبسيطه جدا. بص ال 2 س هنا، يبقى انا هضرب النسبه الاولى دي، النسبه الاولى دي هضربها في 2 واجمعها على النسبه الثانيه اللي هي ص، اهي 2 س زائد ص. بص فوق هنا 2 س، يبقى هتضرب الاولى دي في 2 فوق وتحت، فوق وتحت، هتضرب فوق في 2 وتحت في 2.
هيبقى الناتج بتاعنا هيبقى كده 2 س واضرب تحت في 2 هيبقى 4 ا زائد 2 ب، واجمع على النسبة التانية زائد ص، واجمع تحت برضو زائد 2 ب ناقص ج. هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي 2 س زائد ص، وهجمع بقى الايه المقادير المتشابهة. عندي 2 ب و 2 ب هيدينا 4 ب. هنكتب الاول 4 ا زائد 4 ب ناقص ج، هنسيب دي رقم واحد. طيب تعال على التانية، التانية بتقول لي ايه؟ 2 س زائد 2 ص زائد 2 ع، يبقى هضرب النسبة الأولى في 2 فوق وتحت وأجمعها، أضرب النسبة التانية الأول في 2 فوق وتحت وأجمعها على النسبة الأولى، والنسبة التالتة مش هنضرب فيها حاجة لأن هي قدام معامل العين هنا واحد، يبقى هنضرب هنا في 2 وهنا في 2 ونجمع التلات نسب مع بعض. طب تعالى نعملها، 2 س تحت هنضرب في 2 برضو يبقى 4 أ زائد 2 ب، هنضرب النسبة التانية في 2 هنا فوق وتحت يبقى 2 ص زائد 4 ب ناقص 2 ج، هنجمعها على النسبة التالتة من غير ما نضرب، اهي هنجمع الفوق عن العين وتحت هنجمع 2 ج ناقص أ. نظبطها كده، نختصرها كده، ال 2 س زي ما هي زائد 2 ص زائد ع. تعالى على تحت بقى، ادي ا اهي وادي ا اهي، 4 ا ناقص ا يدينا 3 ا. طيب تعالى على ب اهي وادي ب، 2 ب زائد 4 ب يدينا 6 ب، ادي ج وادي ج، دي سالب 2 ج موجب 2 ج يروحوا مع بعض، خلاص كده. طيب يبقى عندي المقدار ده اللي هو رقم 1 ورقم 2 دول متساويتان، نسبتان متساويتان بيساوي مقدار ثابت، هنسويهم ببعض هيبقى 2 س زائد ص على 4 أ زائد 4 ب ناقص ج بتساوي النسبة دي 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 أ زائد 6. لو جيت بصيت هنا هتلاقي المقدار ده هو نفس المسألة بتاعتنا، يبقى أنا ثبت 2 س أهي 2 س زائد ص على 4 أ زائد 4 ب ناقص ج بتساوي المقدار التاني 2 س زائد 2 ص زائد ع على 3 أ زائد 6 ب، يبقى المقدار الطرف اليمين أثبتنا إن هو بيساوي الطرف. السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كان أ على 4 بتساوي ب على 5 بتساوي ج على 3 فأثبت إن المقدار ده بيساوي تلت. طبعًا السؤال ده زي ده بالظبط، بس ده حليناه بطريقة ميم وده حليناه بطريقة المقدار الثابت اللي هو ميم، وأنا هنحلها بطريقة تانية، والطريقتين قدامك واللي تقدر تحل بيها حل بيها. طب تعالى ركز بس معايا في دي، عايز تركيز شويه. بص الالف ناقص الب زائد الجيم، يبقى انت هتعمل ايه في النسبه الاولى؟ هتقول النسبه الاولى ناقص الثانيه زائد الثالثه، الف ناقص ب زائد جيم، وتطرح برضو 4 ناقص 5 زائد 3، 4 ناقص 5 زائد 3. طيب الف سالب ب موجب جيم على 4 و3 7 ناقص هنقص منهم 5 يدينا كام؟ 2، يبقى ده بيساوي مقدار ثابت. دي بالنسبة للأولى. طب تعالى على اللي تحت، عمل إيه في اللي تحت؟ جمع النسبة الأولى زائد التانية ناقص التالتة، يبقى أ زائد ب ناقص ج، يبقى هجمع 4، أجمع النسبة الأولى أجمع 4 زائد 5 ناقص 3، دي هتنزل زي ما هي، ونجمع بقى 4 و 5 9، 9 ناقص دي كام يا ولاد؟ 6، ده بتساوي برضو مقدار ثابت. يبقى نقول بقى ايه، تعال نشوف النسبة اللي احنا طلعناها في الاول دي، الف سالب ب موجب ج على 2 بتساوي الف زائد ب ناقص ج على 6، مقدمة الاولى على مقدمة التانية بتساوي تالي الاولى على تالي التانية، يعني الف سالب ب زائد ج على الف زائد ب ناقص ج بتساوي 2 على 6، على ال 2 فيها الواحد، على ال 2 فيها كام يا ولاد؟ فيها التلاتة. إذا المقدار ده أهو نفس المقدار أهو بيساوي تلت. دي طريقة ودي طريقة، وأنت ليك الحرية تختار أي طريقة أنت عايزها. السؤال اللي بعده ممكن يجي لك كده، بيقول لك إذا كانت أ و ب و ج و د كميات متناسبة فأثبت أن المقدار ده بيساوي المقدار ده. طبعا كميات متناسبة يبقى أ على ب بتساوي ج على د بتساوي مقدار ثابت اللي هو الميم،
يبقى نضرب طرفين في وسطين، يبقى الالف هنستنتج بتساوي ميم في ايه؟ ب في كام؟ ب في ميم. يبقى الالف بتساوي ب في ميم، والجيم بتساوي د ميم. هنعوض بكل الف وبكل جيم في المساله دي. طيب المقدار بيقول لي ايه؟ الف تربيع، يبقى هناخد من هنا الف تربيع اللي هي ب تربيع ميم تربيع سالب 2 الف جيم، يبقى سالب 2 همشيها واحده واحده معاك. الالف بكام يا اولاد؟ ب ميم. في الجيم بكام؟ د ميم، زائد جيم تربيع هنربع المقدار ده، د تربيع ميم تربيع على الف في جيم. الالف بب ميم في جيم بدال ميم. طيب هنا ب تربيع ميم تربيع ناقص ب 2 في ب في دال، هيبقى 2 ب دال ميم في ميم بميم تربيع. ماشي واحده واحده معاكم. دال تربيع ميم تربيع على ب في دال بب دال ميم ميم تربيع. هناخد من هنا مشترك اللي هو يعتبر كايه؟ ميم تربيع. هتلاقي ان هنا ميم تربيع موجود هنا وهنا وهنا، يبقى هناخد ميم تربيع مشترك. هنحط اللي فضل ميم تربيع ميم، خلاص يبقى ب تربيع فضلت سالب 2 ب د زائد د تربيع على هنا هيبقى ب د ميم تربيع. ميم تربيع هتروح مع ميم تربيع، هيتفضل لي المقدار ده ب تربيع سالب 2 ب د زائد د تربيع على ب د. بصيت على المقدار اللي احنا طلعناه ده هتلاقيه نفس المقدار ده، يبقى انا ثبتت ان المقدار الطرف اليمين ده بيساوي الطرف ب هو الوسط المتناسب. خلي بالك اذا كانت ب هو الوسط المتناسب بين العددين ا و ج، فاثبت ان المقدار ده بيساوي المقدار ده. بما ان ب وسط متناسب، اذا ا على ب بيساوي ب على ج بيساوي مقدار ثابت اللي هو الميم. اما تيجي تضرب طرفين فاصلين، يبقى الالف بتساوي ب ميم اهو، الب بتساوي ايه؟ ج ميم اهو. طيب هتشيل الب دي عشان تعرف دي جت منين، هتشيل الب دي وتكتب ايه؟ الجيم ميم، لان الب بتساوي جيم ميم، هتعوض من الب دي بجيم ميم، يبقى جيم ميم في ميم بجيم ميم تربيع. يبقى الالف في الاخر هتساوي كام؟ جيم ميم تربيع، دي اللي هتعوض بيها. والب بتساوي كام؟ جيم ميم. يبقى لما يجي يقول لك ب هو الوسط المتناسب، تخلي بالك من دي، الالف بتساوي في الحاله دي جيم ميم تربيع، والب بتساوي جيم ميم. هنعوض بقى بالمقدار بتاعنا، الف تربيع يبقى هنربع الكميه دي، يبقى جيم تربيع ميم اس 4 لان احنا بنضرب بنجمع الاسس، زائد ب تربيع جيم تربيع ميم تربيع على ب تربيع برضو جيم تربيع ميم تربيع. هناخد المقدار الثابت بتاعنا باقل اسس، يعني هنا في جيم تربيع وهنا في جيم تربيع، هاخد جيم تربيع. هنا في ميم اس 4 ميم اس 2، باخد الاس الاقل في المشترك، باخد الاس العامل المشترك، باخد الاس الاقل. يتفضل لي هنا ايه بقى الكميه اللي هتفضل لي هنا؟ ميم اس 2 زائد، دايما ده بيتنسي، جيم تربيع ميم تربيع انا خدتها بره مشترك، هيتفضل كام؟ واحد، دايما الطلبه بينسوا الواحد ده، على جيم تربيع ميم تربيع، ده هيروح مع ده، هيتفضل لي في الكميه اليمين ميم تربيع زائد واحد. طب تعالى على الطرف الشمال، ب تربيع، هاخد ج ب تربيع هربع الكميه دي، جيم تربيع ميم تربيع زائد الجيم تربيع هتنزل زي ما هي ملهاش تعويض، على جيم تربيع بتساوي ايه اللي مشترك يا اولاد؟ برافو عليك، جيم تربيع. ايه اللي فضل؟ ميم تربيع، ها اللي بيتنسي المنسي دايما، ها واحد. هنا جيم تربيع دي هتروح ما دي، هتفضل لي ميم تربيع زائد واحد. الكميه دي هي نفس الكميه اللي على الطرف اليمين، يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، يبقى انا ثبتت الطرفين متساويين. كانت ألف وب وجيم ودال في تناسب متسلسل، خلي بالك من كلمة تناسب متسلسل وكميات متناسبة، هنا ألف وب وجيم ودال وهنا ألف وب وجيم ودال، الطلبة بيلخبطوا في الاتنين دول. إذا كانت كميات متناسبة هنحلها بالطريقة اللي إحنا قلنا عليها قبل كده أهي. إذا كانت كميات متناسبة عشان تعرف جت منين بس، تبقى فاهم أنت بتحل إزاي، ألف على ب بتساوي جيم على دال بتساوي ميم، ده الكلام ده إذا كانت كميات متناسبة مفيش متسلسل. يبقى الألف بتساوي إيه؟ ب ميم. والجيم د ميم اهو، تمام؟ طيب متسلسل. طيب التناسب المتسلسل اذا هيبقى كده، ا على ب بيساوي ب على ج بيساوي ج على د بيساوي ميم، عشان تعرف جت منين برضو، ا بتساوي ب ميم، الب ج ميم، الجيم د ميم، الجيم هنا مش هنعوض بيها بحاجه اهي د ميم. طيب هنا في ج، هتشيل الجيم من هنا وتكتب د ميم، يبقى الب بتساوي ايه؟ د ميم في ميم، يبقى د ميم تربيع. طب بالنسبه للالف، الالف فيها ايه؟
ب م، الالف بتساوي ب م، هتشيل ب، ب بكام يا ولاد؟ د م تربيع. طيب يبقى هشيل ال ب دي واكتب د م تربيع، ومعايا م اهي، يبقى د م تربيع في م يبقى د م اس 3 او د م تكعيب. يبقى عشان تبقى فاهم جت منين، ما تبقاش حافظ، لو حفظت هتنسى، تبقى فاهم حتى وانت في الامتحان تعملها بالطريقه دي هتعرف تجيبها تستنتجها. تمام. طب تعال نحل بقى الايه المساله، ازاي اثبت الطرفين متساويين. بيقول لي ألف في ب، الألف بكام زي ما اتفقنا؟ د م تكعيب في الب بدال م تربيع ناقص الجيم بدال م بس في د على ب تربيع. هنربع الكميه دي، د تربيع م اس 4 عشان بنجمع الاسس، هيبقى د تربيع م اس 4 ناقص ج تربيع، هنربع الكميه دي، د تربيع م تربيع. طيب هنا هيدينا كام؟ د في د بد تربيع م اس 3 في م اس 2 بنجمع الاسس في حاله الضرب، يبقى م اس 5 سالب د في د بد تربيع م على د تربيع، هناخد من هنا مشترك د تربيع م اس 2، هتفضل لي هنا م اس 2 ناقص 1. طيب فوق هناخد د تربيع م، د تربيع م اللي هيفضل من هنا ميم أس 4 ناقص 1 على د تربيع ميم أس 2 على ميم أس 2 ناقص 1. د تربيع تروح مع د تربيع والميم تروح مع التربيع، هيتفضل لي فوق ميم أس 4 ناقص 1 وتحت ميم وهنا ميم تربيع ناقص 1. ده الفرق بين مربعين، هنحلله. ميم 2 ناقص 1 ميم تربيع زائد 1 وهنا ميم تربيع ناقص 1. ميم تربيع تروح مع ميم تربيع، هيتفضل لي فوق ميم أس 2 زائد 1 على ميم. الطرف الثاني اهو أ زائد ج بيساوي ب، الألف قلنا بكام؟ الألف ب د ميم أس 3 زائد الجيم ب د ميم على ال ب بدال م اس 2. هناخد من هنا د م مشترك، هيتفضل لي فوق م اس 2 زائد 1 وتحت د م اس 2. قلنا الداله تروح مع الدال والتربيع هيروح مع الميم، هيتفضل لي فوق م تربيع زائد 1 على م. نفس الكميه اللي احنا جبناها في الطرف اليمين اهي، م اس 2 زائد 1 على م وهنا ميم أس 2 زائد 1 على ميم، يبقى كده الطرفان متساويين. نرسم منحنى الدالة د حيث دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س في الفترة المغلقة سالب 2 4 و 4، ومن الرسم أوجد القيمة الصغرى للدالة ومعادلة محور التماثل ونقطة رأس المنحنى. ركزوا معايا في دي لأن الطلبة بيلخبطوا فيها شوية، يا ريت في تركيز شوية. بصوا، أول حاجة أنا هعمل الجدول بتاعي اللي هو س ودالة س عشان اعوض بالفتره بعناصر اللي موجوده في الفتره بتاعتي. داله س دي يا اولاد هي تعتبر الصاد، داله س دي تعتبر الصاد، ماشي؟ يبقى س لما اعوض بس بسالب 2، هنا سالب 2 تربيع ب 4 ناقص 2 في سالب 2 يدينا 4 زائد 4 يدينا 8، هتعوض بالاله بس تحط سالب 2 بين قوسين الكل تربيع عشان بتطلع لك بالسالب لو ما حطيتش القوس. المهم سالب 1، هنا سالب 1 الكل 2 هيبقى بموجب 1، سالب 2 في سالب يدينا موجب، المهم هيطلع في الاخر 3. هتعوض بالصفر طبعا، هيطلع صفر ناقص صفر هو الصفر. الواحد هيطلع لك هنا 1 ناقص 2 يدينا سالب 1، ال 2 تربيع ناقص 2 ناقص 4 يدينا، هيبقى 4 ناقص 4 يدينا صفر، 3 تربيع ب 9 ناقص 6 يدينا 3، 4 تربيع ب 16 ناقص 8 يدينا 8. طيب اول حاجه قبل ما نجيب نقطه راس المنحنى ومعادله محور التماثل لازم ارسم الداله. نبدأ الأول نرسم بقى الداله بتاعتنا، سالب 2 و8، ادي سالب 2 واطلع لحد 8، سالب 1 و3، ادي سالب 1 و3، 0 و0 اللي هي نقطه الاصل، 1 وسالب 1 ادي 1 وادي سالب 1، 2 و0 ادي 2 و0 على محور السينات، 3 و3 3 3 وبعدين 4 و8. هرسم بقى المنحنى بتاعي، لازم اوصل النقط دي ببعض، ادي المنحنى بتاعي اللي انا رسمته.
طبعا ده قيمه صغرى لانها بصه لتحت، لو قيمه كبرى هتبقى القمه فوق، هتبقى المنحنى بتاعي لفوق. تمام. طيب تعال نشوف نقطه راس المنحنى. بتبقى راس المنحنى بتبقى في منتصف الجدول زي دي كده، واحد وسالب واحد، على يمينها 3 وعلى شمالها 3، هي دي نقطه راس المنحنى. نقطه راس المنحنى هتبقى كام وكام يا اولاد؟ هتبقى 1 وسالب 1. طيب معادله محور التماثل بيبقى انهي نقطه في دول؟ معادله محور التماثل بيبقى الاولانيه اللي هي السينات دي، يبقى معادله محور التماثل بيبقى 1. القيمه الصغرى اللي هي سالب 1 اللي هي الصادي، الاحداث الصادي، يبقى معادله نقطه راس المنحنى اهي 1 وسالب 1. معادله محور التماثل بيبقى الاحداثي الاول اللي هو السيني 1. القيمه الصغرى للداله دايما بيبقى الصاد اللي هو سالب 1. نيجي بقى لمسائل التغير الطردي والعكسي. اذا كانت ص تتغير طرديا مع س وكانت ص بتساوي 6 عندما س بتساوي 2، اوجد العلاقه بين س وص. العلاقه اللي هي بين س وص في التغير الطردي بتبقى ص بتساوي مقدار ثابت اللي هو م في س. طبعا هنعوض هنا الص بكام؟ ب 6 والس ب 2. نعوض الص ب 6 والس ب 2، 2 في م ب 2 م. عشان اجيب الميم بقى المقدار الثابت بتاعي، الميم بتساوي البعيد على القريب، 6 على 2 بتساوي 6 على 2، يعني الميم في الحاله دي بتساوي كام يا اولاد؟ 3. اذا العلاقه اهي ص بتساوي 3 س. لازم تكتب الميم المقدار الثابت دي بنسميها العلاقه، لازم تكتب الميم، يبقى ص بتساوي 3 م. اوجد العلاقه بين س وص، ثم اوجد قيمه ص عندما الس بتساوي ثلث. هتعوض هنا السين بتساوي تلت، يبقى الصاد بتساوي كام؟ يبقى الصاد بتساوي 3، هشيل السين واكتب تلت، طبعا 3 هتروح مع التلاتة، اذا الصاد بتساوي. اذا كانت صاد تتغير طرديا مع سين تربيع وكانت صاد بتساوي 36 عندما السين بتساوي 3، برضو اوجد العلاقة واوجد قيمة صاد عندما السين بتساوي نص. طيب خلي بالك من الحالة دي ان الصاد بتتغير طرديا مع السين التربيع، هنكتب برضو العلاقة بتاعتنا اللي هي صاد بتساوي ميم سين. هنعوض الصاد بكام يا اولاد؟ ب 36. لو جيت عوضت السين ب 3 يبقى 3 ميم غلط، لان السين هنا تربيع، يبقى لازم تربع السين، يبقى 3 تربيع بكام؟ ب 9 ميم. برافو عليك. هيبقى الميم بتساوي البعيد اللي هو 36 على القريب، 36 على 9 فيها ال 4، اذا الميم بتساوي 4. طيب العلاقه فين بتاعتي؟ صاد بتساوي 4 سين، هي دي العلاقه، ص بتساوي 4 س. اوجد قيمه ص عندما الس بتساوي نص. هنعوض هنا برضه ص بتساوي 4 في، ونعمل هنا ايه؟ نص. خلي بالك هنا النص هيساوي ربع، لان انا بعوض الس بايه؟ بس تربيع، يبقى 4 في ربع، 4 في الواحد، يبقى الص هنا هتساوي 1. نيجي بقى للتغير العكسي. إذا كانت ص تتغير عكسيا مع 1 على س وكانت ص بتساوي 3 عندما الس بتساوي 2، فأوجد العلاقة اللي بين س وص، ثم أوجد قيمة ص عندما الس بتساوي 1 ونص. بص يا ولاد، العلاقة بص في العكسي بتساوي م على س، وبرضه في العكسي الميم بتساوي حاصل ضرب س في م. خلي بالك من دي عشان بتيجي أكمل. طيب نيجي نعوض هنا الص بتساوي كام؟ بتساوي 3، وهنا الميم على س بتساوي 2. طب لو عوضنا هنا الميم بتساوي 2 في 3 وخلاص بتساوي 6، يبقى الميم في الحالة دي بتساوي 6، يبقى العلاقة بتاعتي بتساوي ص بتساوي 6 على س، هي دي العلاقة. طيب تعال نعوض بقى، اوجد قيمة الصاد، هنعوض هنا في العلاقة عندما الس بتساوي كام؟ 1.5، بنشيل الس ونكتب 1.5، طبعا 6 على 1.5 بالآلة هيطلع لك 4، يبقى الص في الحالة دي بتساوي كام؟ بتساوي 4. العدد الذي يضاف إلى حدي النسبة 7 و12 تصبح مساوية للنسبة 2 و3. هنفرض، هتكتب كده، هنفرض أن العدد هو س. هتفرض أن العدد س، العدد بيضاف يبقى جمع، يبقى هتقول 7 زائد س على 12 زائد س بتساوي النسبة مساوية للنسبة 2 على 3. حاصل ضرب الطرفين يساوي الوسطين، هنضرب 3 في 7 ب 21 زائد 3 في س ب 3 س بتساوي 2 في 12 ب 24 زائد 2 في س ب 2 س. دايما السين الصغيرة بتروح للسين الكبيرة، وبتجيب الرقم الصغير ده بتجيبه هنا،
يبقى 2 س هتروح هناك باشاره مخالفه هيبقى 3 س زي ما هي. الموجب 2 س هتروح هناك بسالب 2 س بتساوي 24 في مكانها ما اتحركتش. 21 هتروح هناك بسالب 21. 3 س ناقص 2 س ب س، 24 ناقص دي بتساوي 3، اذا الس بتساوي 3، اذا العدد هو احسب الانحراف المعيار للقيم دي. طبعا عشان اجيب س بار اللي هي س شرطه اللي هو الوسط الحسابي، س بار بتساوي بجمع القيم دي على عددهم 2 زائد 5 زائد 6 زائد 8 زائد 9 على عددهم هيساوي 30 على 5، يعني هيساوي ايه؟ هيساوي 6. يبقى الوسط الحسابي بتاعي كام؟ بتاعي 6. ما نيجي نعمل الجدول بتاعنا بقى، هنا س س ناقص س شرطه س ناقص س شرطه لكل تربيع. هنا هنكتب القيم بتاعتنا 2 و5 و6 و8 و9. نطرح بقى 2 ناقص 6 اللي هي س بار، 2 ناقص 6 يدينا سالب 4، 5 ناقص 6 سالب 1، 6 ناقص 6 0، 8 ناقص 6 2، 9 ناقص 6 3. هنربع القيم دي اللي هي س ناقص س ناقص س بار تربيع، هيبقى تربيع السالب 4 16 1 0 4 9. هجيب مجموع س ناقص س بار الكل تربيع ونقسمهم على عدد، حاصل جمعهم هيدينا 30. إذن الانحراف المعياري اللي هو سيجما بيساوي القانون بتاعي بيقول لي مج س ناقص س شرطه تربيع على نون، نون ده اللي هو عددهم، يبقى الجذر التربيعي 30 على عددهم اللي هو 5 بيساوي جذر 6. على الآلة جذر 6 وتقربها يبقى 2 و4. أهم حاجة تحفظ القانون اللي هو الانحراف المعياري اللي هو سيجما بيساوي الجذر التربيعي مج س ناقص س شرطه تربيع على نون اللي هو عددهم. معيار البيانات الآتية، ممكن السؤال يجي لك كده، المجموعات عندك 5 8 9 10 12، التكرار 1 2 3 3 1، مجموع التكرار مجموع كاف يعني 10. هتعمل الجدول بتاعك الأولاني اللي هو س وكاف وس في كاف. الس ب 5 بتكتب السين المجموعات هنا، السينات هنا، السين هنا 5 8 9 10 12. الكاف عندك التكرار بتاعك اللي أنت بتكتبه، وبعدين تضرب بقى س في كاف، 5 في 1 ب 5، 8 في 2 ب 16، 9 في 3 ب 27، 10 في 3 ب 30، 12 في 1 ب 12، وتجيب مجموع س في كاف اللي هو طلع 90. عشان اجيب س بار اللي هو الوسط الحسابي بتجيب مج س في كاف على مج كاف، مج س في كاف طلعناه كام؟ 90 على مج كاف اللي هو 10، 90 على 10 فيها 9. بعد كده هنعمل الجدول الثاني بتاعنا اللي هو عباره عن ايه؟ س س ناقص س بار، س ناقص س بار كل تربيع، هنا كاف، وبعدين س ناقص س بار كل تربيع في كاف. طيب س ناقص س بار بتساوي 5 ناقص 9 سالب 4، 8 ناقص 9 سالب 1 0، 10 ناقص 9 يدينا 1، 12 ناقص 9 يدينا 3. بعد كده هنربع القيم دي هتبقى دي 16 1 0 1. بعد كده بنكتب التكرار هنا 1 2 3 3 واحد، وبعدين نضرب س ناقص س بار تربيع في كاف، نضرب 16 في 1 ب 16، 1 في 2 ب 2، 0 في 3 ب 0، 1 في 3 ب 3، 9 في 1 ب 9، وبنيجي نجمع س ناقص س بار تربيع في كاف هنلاقيها 30. القانون بتاعي والانحراف المعياري بتساوي مج س ناقص س شرطه تربيع كاف على مج كاف. المجموع اللي طلع لك من هنا اللي هو 30 هنقسمه على مج كاف اللي هو 10. طبعا 30 على 10 فيها الجذر 3، ما تيجي تعمل على الآلة جذر 3 هيطلع لك 1.7. خلصنا مراجعة الصف الثالث الإعدادي جبر، وإن شاء الله على وعد نجيب لكم الهندسة إن شاء الله ونرجعها معاكم. وأرجو إذا كان الفيديو نال إعجابكم وأرجو الاشتراك في القناة والإعجاب وكتابة التعليقات لتعمينا على صناعة مثل هذه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.